أزمة الجوع تتمدد داخل السودان بعد 10 أشهر من الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أصبح السكان يواجهون نقصاً في الإمدادات الغذائية وعجزاً في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن الملايين من السودانيين يعانون من شبح المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة في ظل استمرار الاقتتال هناك، إلى جانب فشل أي مساع للتهدئة. هذا ويحتاج ما لا يقل عن 25 مليون سوداني إلى المساعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد حسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وحذرت منظمات حقوقية عدة من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة عرقلة وصول المساعدات والنقص الكبير في التمويل، كما أدى صراع المتنافسين على السلطة إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح أكثر من 7 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، فضلا عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية.